السلام عليكم، اهلا بحضراتكم كل متابعين قناة فكرة تانية. النهاردة جاي اقول لك عن اهم المواقع اللي انا ابتديت بيها في بدايتي للربح من على الانترنت. بجد المواقع ديت زي ما انتم شايفين معايا كده، وهشرحها لكم باستفاضة، وهتلاقي المواقع دي لينكاتها كلها في صندوق الوصف. فعلا مواقع قدرت استفيد منها كويس جدا، قدرت ان انا اشتغل في بداياتي على المواقع دي واحقق ارباح مرضية جدا جدا، لان فعلا المواقع دي ليها مصداقية عالية جدا، ويمكن انا متأكد ان في ناس كتيرة ممكن من حضراتكم جربتها واستفادت منها بشكل او باخر. طب ايه هي فكرة المواقع دي يا مبارك، وازاي نقدر نشتغل عليها؟ يلا بينا بعد الانترو مباشرة نبدأ في الشغل بتاعنا. اهلا بحضراتكم مرة تانية، معاكم مبارك من قناة فكرة تانية. الفيديو بتاع النهاردة الفكرة بتاعته قائمة على الروابط المختصرة. طبعا كلنا اكيد اختبرنا تجربة المواقع المختصرة دي، لما بنيجي نتفرج على مسلسل معين او على فيلم معين، تلاقي دايما اللينكات علشان نوصل للفيلم اللي احنا عاوزينه بنمر بكذا خطوة، ان احنا ندوس كليك هير، نستنى 10 ثواني، بعد كده نخش تاني على موقع، بعد كده على موقع تالت، لحد ما نوصل للفيديو بتاعنا. كل دي اعلانات احنا مرينا بيها، وبالتالي الاعلانات دي الموقع بتاع اختصار الروابط بياخد عليها فلوس، والناس اللي شغالة على الموضوع ده زي حضراتكم بعد الفيديو دوت هتبتدي تاخد جزء من الارباح ده زي ما هوريك دلوقتي. برضه عشان اشرح لك موقع اختصار الروابط سريعا، هو موقع بيتيح ليك استنساخ اللينك الاصلي بلينك مميز تاني، والرابط الجديد دوت الناس لما بتدوس عليه تبتدي تمر بالمراحل اللي انا قلت لك عليها من شويه، لحد ما توصل للمكان اللي هي عاوزاه او الفيلم اللي هي عاوزاه، وانت بتاخد الارباح بتاعتك بناء على الخطوات دي. جميل جدا، يبقى احنا كده فهمنا فكرة المواقع دي وازاي بيتم الربح ليها وليك والشغل فيها من ابسط ما يكون، وهوريك في اخر الفيديو كام مثال كده عشان تكبر الشغل بتاعك والبزنس بتاعك على الاستراتيجية دي، وتبتدي تحقق ارباح جميلة جدا بجد. وفعلا فعلا انا استفدت جدا جدا من المواقع دي، وفعلا فعلا حققت منها مبالغ مرضية جدا 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 قبل ما ابدأ القناة بتاعتي على اليوتيوب، كانت من ضمن الاستراتيجيات فعلا اللي اتبعتها وكانت مرضية جدا بالنسبة لي. جميل جدا، اول موقع معانا هو موقع شرينك مي الغني عن التعريف. الموقع ده يا شباب هو فعلا قوي جدا جدا جدا، مش بس كاسم، لا ده كمان في البي اوت ريتس بتاعته بيدفع يعتبر الريت بتاعه عالي جدا على كل 1000 زيارة. يعني لو دخلنا هنا على البي اوت ريتس بالشكل ده، هتبتدي تشوف على كل 1000 زيارة حسب الدولة اللي انت عايش فيها. يعني هنا بيقول لك الارباح بالنسبة لكل 1000 زيارة بتتحسب ازاي. زي ما انت شايف جرينلاند ايرلندا بتاخد 22 دولار، 16 دولار، الولايات المتحدة 8 دولار، كندا بتاخد 6.5 دولار، وهكذا وهكذا. عندك السعودية بتاخد 4 دولار. تشوف انت عايش فين، اي دولة تاني غير اللي موجودين فوق بتبتدي تاخد 3.30 دولار. تمام، طبعا الموقع دوت ليه مصداقية كويسة جدا. لو دخلت على البيمنت بروف من فوق هتلاقي كل السحوبات اللي تمت على الموقع دوت زي ما انت شايف كده. طبعا الموقع دوت اول لما بتجمع فيه 5 دولار تقدر ان انت تسحب ارباحك على طول، يعني مفيش اسهل من كده. هتلاقي بص 5 دولار 53 سنت وسحب، 5 دولار وسحب، مش هتلاقي اقل من كده. لازم 5 دولار علشان تبتدي تسحب، عندك لحد فوق ال1000 صفحة ناس عاملة سحوبات من الموقع ده. جميل جدا، انت في الموقع دوت بتسجل عادي جدا بالايميل بتاعك او بالجيميل بتاعك، بعد ما بتخش بتكون هي دي الهوم بيج بالشكل دوت. هتروح على الداشبورد بتاعتك من هنا، وهنا بيكون في الشغل بتاعك، بتقدر تشوف يعني طرق مختصرة او الداشبورد، بتشوف اللي تم على اللينكات بتاعتك بشكل مختصر في الجزئية ديت. طيب انت بتشتغل ازاي؟ بتدوس على نيو شورتن لينك، بتحط مثلا وليكن اللينك بتاع فيلم معين انت منزله وحطه على البيج بتاعتك على الفيسبوك او الجروب بتاع الفيسبوك، فبتحط اللينك ده هنا، بعد كده بتسميه مثلا يعني موفي فور يو 2025. لازم الاسم هنا يبقى مميز شويه، ومثلا هيكون وليكن هو ده اللينك اللي انت هتحطه، هتدوس شورتن لينك، هتلاقيه اداك لينك باسم كمان. وده المميز يا جماعة في الموقع ده كمان، ان انت بتقدر تحط الاسم اللي انت عاوزه عشان يميز اللينك المختصر بتاعك كمان، اوكي؟
فدي حاجة مهمة جدا ومميزة في الموقع ده. مجرد ما انت خدت اللينك ده كده كوبي واديته لناس عشان تبتدي تخش تتفرج على الفيلم دوت او المسلسل دوت، او ان هي تنزل سوفت وير معين او برنامج معين، وحققت 1000 تنزيلة من اللينك ده، انت بتبتدي تحقق، لو انت مثلا من الدول اللي مش موجودة، هتبتدي تحقق $3.30 على كل 1000 تنزيلة وانت ما عملتش اي حاجة. انا هديك في الاخر بعض الافكار عشان تعرف تشتغل كويس جدا، ولكن انا بشرح لك الموقع دلوقتي وطريقة الشغل بتاعته، مفيش ابسط من كده لحد دلوقتي. حطينا اللينك الاساسي بتاعنا، عملنا اسم مميز لللينك بتاعنا، بعد كده عملنا شورتن، ادينا اللينك اللي احنا من خلاله هنقدر ان احنا نحقق الارباح بتاعتنا. طيب بتسحب الارباح بتاعتك منين؟ من الويز درو على الشمال كده، بتبتدي تشوف انت معاك البالانس بتاعتك. انا معايا حاليا $1.5، طبعا انا كنت سحبت الارباح بتاعتي من قبل كده. تقدر ان انت تدوس على الجزئية دي من هنا عشان تملى البيانات بتاعتك، البيلنج ادرس، تحط اسمك وعنوانك وبلدك وكل الكلام ده كله، وتختار طريقة السحب اللي انت عاوزها من هنا. عندك باي بال، عندك باير، عندك ايرتم، بيرفكت ماني، يعني عندك بنك ترانسفير، تحويل بنكي. انا عارف ان في ناس زي سوريا ولبنان دايما بيكلموني ان باي بال عندهم في مشكلة، فانت عندك هنا طرق دفع كتيرة جدا تقدر ان انت تستغلها، مفيش اي مشكلة. عندك هنا بيقول لك ان اقل سحب في الحاجات ديت هي $5، $5، $5، ما عدا التحويل البنكي $20، والطريقة دي ما عنديش علم بيها الحقيقة، ولكن $10 كده. اعتقد الموضوع سهل وبسيط، مجرد ما انت بتحقق $5 بتيجي هنا، لو لقيت هنا في الافيلابل بالانس $5، اعمل ويزدرو، بيتحولوا لك في خلال يومين عمل زي ما انت شايف كده، بيتحولوا لك على حساب البيبل بتاعك. الجميل كمان في الموقع ده شباب ان انت في خاصية الريفيرالز، يعني الاحالات عن طريق اللينك بتاعك دوت، اي حد بعد كده هيخش على اللينك ده ويشتغل على الموقع ويبتدي ان هو يحقق ارباح، انت بتاخد كوميشن 20% فور لايف، مدى الحياة. يعني الشخص ده لو اشتغل على الموقع ده مدى الحياة وحقق كل شوية ارباح، كل شوية بيحقق ارباح على مدى الحياة بتاعته كاملة، انت كل شوية كل شهر بتاخد كوميشن 20%. اعتقد دي برضو خاصية ممتازة جدا جدا لازم تستغلها في الموقع دوت. هنا الفواتير بتاعتك الانفويسز، هنا تقدر ان انت تمانج اللينكات بتاعتك، تخليها تعمل تعديل فيها، تخفيها، الكلام ده كله. طبعا يعني مفيش اسهل من كده، يعني الموضوع سهل وبسيط مفيهوش اي مشاكل. الاحصائيات بتاعت الشغل بتاعك او اللينكات بتاعتك بتبقى ظاهرة تحت، بتشوف انت في اليوم دوت حققت فيوز عاملة ازاي، وهكذا وهكذا. تقدر ان انت تبص وتشوف انت حققت قد ايه، $5، $3.30، يعني موضوع كله سهل وبسيط. ده كان موقع شرينك مي. يلا بينا على الموقع التاني عشان بس تثبت الفكرة في دماغكم ويبقى الموضوع سهل وبسيط ومش معقد، وهو مش معقد فعلا. انا فعلا استفدت جدا زي ما وضحت لحضراتكم، وانت كمان لازم تستفيد من الحاجات دي ولازم تحقق ارباح منها، لانها مش معقدة وسهلة جدا. وفي اخر الفيديو مرة تانية انا بأكد هديك بعض الافكار اللي تطبق بيها وتشتغل بيها وتكبر شغلك ان شاء الله. تمام شباب، تاني موقع معانا هو موقع xe.io. طبعا الموقع هو شبيه شوية للشورت لينك اللي كنا عليه، نفس الكلام. عندك create link، نبتدي نحط اللينك بتاعنا زي ما اتفقنا، حط اي اسم مميز انت عاوز تحطه عشان يبقى موجود مع الرابط المختصر، وهتدوس create بالشكل ده، هتلاقي اللينك المختصر بتاعك ظهر بالشكل ده، تقدر ان انت تاخده كوبي وتحطه للناس عشان تبتدي تستخدمه وتبتدي ان انت تحقق الارباح بتاعتك. هنا تقدر ان انت تمانج اللينكات بتاعتك لما تعملها بالشكل ده، تعمل edit هايد او تاخده نسخ تاني. طبعا هنا وزدرو عشان تبتدي ان انت تسحب الارباح بتاعتك من اول $5، ولكن هو هنا بيقول ان انا لسه معيش القيمه ديت. التولز دي لو انت عايز تعمل كويك لينك هي نفس القصه بتاعت فوق، نظام الريفيرالز موجود هنا برضو، تقدر ان انت تاخد الريفيرال بتاعك. طبعا هو هنا بتاخد 15% كوميشن بس، على عكس شورت اللينك كنت بتاخد 20%، ولكن دي مش مشكلة كبيرة، ولكن 15% مدى الحياة برضو، فدي ميزة محترمة جدا جدا. لازم برضو تستخدم الريفيرال لينكس، فعلا بيفيد جدا في تحقيق ارباح ممتازة جدا. بعد كده هنخش على سيتنجز من البروفايل، هتبتدي ان انت تملى البيانات بتاعتك وتبتدي تحدد طريقة الدفع اللي انت مناسبة ليك، وليكن بيبال مثلا، وتحط الايميل بتاع
بيبقى بتاعك هنا، بعد كده بتدوس سيف بروفايل. انت كده مجرد لما بتحقق $5 زي ما انت شايف هنا، ده الحد الادنى للسحب، $5 على كل السحوبات بانواعها. فمجرد لما انت بتجمع $5 انت بتبتدي تحقق الارباح بتاعتك. الموقع برضو فيه باي اوت ريتس لازم تاخد بالك منها، زي ما انت شايف كده، على كل 1000 مشاهدة سواء من على الموبايل او على الكمبيوتر، الولايات المتحدة بتاخد عليها $12، عندك كندا، عندك المانيا، الامارات المتحدة بتاخد $6 ونص، لو نزلنا تحت السعودية بتاخد $4.10. طبعا انا شايف الدول العربية هنا بتاخد فلوس كويسة جدا، عندك تركيا بتاخد $1.20، عندك مصر بتاخد $0.60، اي دولة تاني بتبتدي ان هي تاخد $3. فده موقع برضو مهم جدا لازم الناس تشتغل عليه. عندك بعد كده البيمنت بروف، اثبات الدفع في الموقع دوت بالشكل ده، عندك بيبل، ار تي ام، عندك الناس سحبه اهو من $5 لسحب $9، $11، $5، $27، يعني الناس شغاله مش مبطله، عندك لحد فوق 6000 صفحه اثباتات دفع. الموقع مدعوم من بيبل وبيتكوين وباير وكل طرق الدفع الموثوقة زي ما حضراتكم شايفين، فما فيش أي قلق خالص، اشتغل وانت مطمن. أنا في القناة عندي ما بحطش حاجة إلا وأنا والله العظيم واثق منها وجربتها بنفسي، فعشان كده خد كلامي ثقة واشتغل بعد الفيديو ده على نفسك وطور من نفسك في الفكرة بتاعت النهاردة، هترتاح وهتكسب وتحقق أرباح في زمن صعب كلنا محتاجين نشغل فيه دماغنا، ومحتاجين إن احنا اللي عنده فكرة أو معلومة يديها لأخوه يشتغل بيها ويبتدي يخلي حياته أسهل ولو بشكل بسيط. جميل جدا، ده كده الموقع التاني. هنخش على الموقع التالت، وبعد كده هوريك سريعا بقية المواقع هتكون بنفس الفكرة علشان خاطر ما يكونش عندك تعقيد أو مشكلة بتواجهك، ولو في حاجة واجهتك سيبها لي في التعليقات تحت، أنا برد على كل الناس. لحد دلوقتي لو الفيديو عجبك رجاء تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، أنا بلاحظ إن ناس كتيرة بتتفرج على الفيديوهات وممكن تعمل لايك للفيديو كمان ولكن ما بتشتركش في القناة. أنا بنصحك تشترك لأن أنا كل يوم ويوم تقريبا بنزل فيديو جديد، وبيكون فيديو موثوق باستراتيجيات موثوقة جدا وسهلة مش معقدة، فنصيحتي ليك طبعا إن أنت تدعمني باشتراكك وتدعمني باللايك للفيديو. بحاول إن الفيديو بتاع النهاردة يوصل ل 5000 لايك إن أمكن، فدعمك ليا شيء بيشجعني وبيخليني إن أنا أطور من نفسي أكتر وأقدم أفضل ما عندي. عشان ما أطولش على حضراتكم يلا بينا على الموقع التالت. تمام شباب، الموقع الثالث معانا هو موقع fc.lc. الموقع دوت شبيه شويه لشرينك مي في السهوله بتاعته في الشكل بتاعته. خلينا نشوف مع بعض البي اوت ريتس بتاعت الموقع الثالث معانا، هتلاقي ان هو بيدفع شويه غالي يعني كويس، مش وحش يعني. ايسلندا $15، كندا $10، الولايات المتحده هنا 9 سوري يونايتد كينجدوم $9.50، عندنا أمريكا $8، لو نزلنا تحت الإمارات بتاخد $6.50، السعودية بتاخد $6.50، ولو أي دولة تاني غير الدول المذكورة هنا بتاخد $3.55. جميل جدا، لو رحنا على إثباتات الدفع في الموقع ده هنلاقيها ممتازة جدا برضو، هتلاقي باير، الناس مستخدمة باير، بيبل، ناس سحب $10، $11، $64، $88، عندك لحد فوق 3000 و4000 صفحة، عندك هنا كمان طرق الدفع، عندك بيتكوين، بيبل، سكريل، بايونير. وهوريك دلوقتي لما نخش على الداشبورد الشكل بتاعها عامل ازاي، هندوس على الداشبورد من فوق كده. تمام، ده شكل الداشبورد بتاعك اللي بيقول لك انت في كام 1000 زيارة، حققت منهم قد ايه، لو في احالات انت بعتها لناس وناس دي اشتغلت انت حققت منها قد ايه برضو. فدي الاحصائيات بتاعتك او صفحة الاحصائيات بتاعتك، سهلة وغير معقدة اطلاقا. تقدر ان انت تعمل الشورت لينك بتاعك من هنا، بتحط اللينك اللي انت عاوزه ودوس شورتن بالشكل ده، هيجيبولك ممكن ادفانس اوبشن تحط اسم مميز زي ما اتفقنا للينك بتاعك، هتاخد دوت تديله الجمهور بتاعك او الناس اللي بتتابعك او الناس اللي انت هتستهدفهم علشان تحقق الارباح بتاعتك، والموضوع سهل وبسيط. بعد كده هنروح على ويزدرو، من ويزدرو هنا بتبتدي تشوف الارباح اللي معاك، ومجرد ما انت بتحقق الحد الادنى للسحب اللي هوريهولك كمان شويه بتقدر ان انت تدوس ويزدرو وبيجيلك الارباح على طول على
حسابك، هندوس بعد كده على الريفيرال. طبعا اللينك دوت بتبتدي تديه للناس اللي هتشتغل بالنيابة عن اللينك بتاعك، او مجرد ما بتسجل على الموقع من خلال اللينك بتاعك بتبتدي ان انت تاخد على ارباحهم 20% كوميشن مدى الحياة. يعني مش مجرد الراجل دوت اشتغل شهر واتنين خدت ارباحه وشكرا على كده، لا، هو طول ما هو شغال وبيحقق ارباح طول ما انت بتاخد 20% كوميشن على الجاهز، فدي حاجة مسلم بيها ما فيهاش اي مشكلة. بعد كده هنروح على اكونت سيتنج بالبروفايل، تبتدي تملى البيانات بتاعتك بشكل كامل وتحط البلد بتاعتك وتشوف الطرق الدفع المناسبة ليك هي ايه وتبتدي تختارها. هو هنا بيقول لك الحد الادنى لكل طريقة قد ايه، يعني انت عندك اقل حاجة هنا ويب ماني 3 دولار وعندك باير اقل حاجة تقدر تسحب من خلال الموقع ده هي 3 دولار على باير. فطبعا اللي خلاني اشرح لك كذا موقع هو انك تشوف طريقة الدفع المناسبة ليك وتشوف ايه اللي بيناسبك من الحد الادنى للسحب وتشوف ايه الانسب ليك كموقع في سهولة استخدام تقدر ان انت تشتغل عليه، ولكن كلهم نفس الفكرة. سريعا كده الموقع اللي بعد كده هو موقع لينك. الموقع ده يا جماعة بالمناسبة قبل بس ما اشرحه هو اسمه لينك فيرتايز. الموقع دوت كان زمان لو تفتكروا اللي هو علامة النحلة اللي هو اد فلاي، الاد فلاي اتحول اسمها من اد فلاي بقت اسمها لينك فيرتايز. فطبعا الموقع ده قوي جدا جدا ولازم تعتمد عليه في الشغل برضو لو الناس حابة تشتغل عليه، ولكن هو موقع ألماني لازم تحوله للإنجليش، فطبعا دي حاجة راجعة ليك. عندك بعد كده موقع شرينك إيرن برضو نفس الفكرة، تسجل من اليمين هتخش هتلاقي نفس الصفحة ونفس الشغل اللي احنا متعودين عليه. عندك بعد كده موقع اوكي دوت اي او نفس الفكرة برضو، تعمل ساين اب من على اليمين وتخش هتلاقي نفس الشغل بتاعنا، كرييت اكونت هتعمل اختصار الرابط بتاعك هتبتدي ان انت تربح. بعد كده عندك شورت فلاي، طبعا موقع برضو سهل جدا في الاستخدام تقدر ان انت تساين اب من على اليمين. وعندك هنا البي اوت ريتس موجوده برضو، خلينا نبص عليها بصه سريعه كده في النهايه. كل الدول موجوده، عندك السعوديه بتاخد 5 دولار و50 سنت، الامارات 4 دولار، عندك هنا العراق، عندك هنا الهند، باكستان، انا مش شايف عندك العالم كله بيبتدي ياخد 3 دولار لو هو مش دولتك مش موجودة في التيبل دوت، فانت بتبتدي تاخد 3 دولار على كل 1000 تنزيلة. وهنا اثباتات الدفع موجودة برضو تقدر تبص عليها بنفسك، عندك صفحات كتيرة جدا فيها اثباتات دفع، فالموضوع موثوق جدا في المواقع دي. يا رب تكون الفكرة ثبتت بالشكل دوت ووضحت كويس جدا لحضرتك. دلوقتي الوقت اللي هبتدي اعرض عليك شوية افكار عشان تبتدي تشتغل بيها على الفكرة ديت عشان تحقق ارباح ممتازة جدا بإذن الله. تمام شباب، الافكار اللي انا هبتدي اديها لك دلوقتي هي افكار فعلا لازم تستخدمها ولازم تستغلها. احنا دلوقتي في 2023 ما اعتقدش ان في حد ما بيستخدمش السوشيال ميديا النهاردة عشان يماركت لنفسه او علشان خاطر يستفيد من المواقع نفسها ان هو يحقق ربح كويس. فاعتقد احنا في الزمن دوت لازم تستغل السوشيال ميديا في اي بيزنس مهما كان. طيب احنا هنستغل ازاي التيك توك في شغل النهارده؟ دلوقتي زي ما انت شايف لو استخدمنا الترندز اللي بتحصل يوميا، لو انت اشتغلت على موضوع الترند وعرفت الترندات اللي بتحصل بشكل يومي وابتديت تشتغل عليها هتبتدي تحقق ارباح كويسه جدا. يعني لو بفرض ان احنا في رمضان دلوقتي عندك مسلسل جعفر العمده كان مكسر الدنيا، شوف يعني 33 الف مشاهده، 476 الف مشاهده، 7 مليون مشاهده، 27 الف، 801 الف، 52 الف. فتخيل انت بس كنت بتعرض جزء من المسلسل ده زي ما هو موجود كده على التيك توك وحطيت اللينك بتاع الحلقة كله، انت لو منزله مثلا عندك على الصفحة بتاعتك او على جوجل درايف مثلا او في اي مدونة عندك، والناس دي ابتدت تخش على اللينك عشان تشوف بقية الحلقة، شوف انت كنت هتعمل فلوس عاملة ازاي من اختصار الروابط. موضوع سهل جدا. مش بس كده، لو انت مثلا بتفهم كويس في الكمبيوتر او الموبايل او في بتعرف تعمل ريفيو الجيمز مثلا، فتقدر ان انت تشرح دوت بالموبايل كده 5 دقايق، صور نفسك وانت بتعمل الحاجة ديت، بعد كده حط مثلا رابط البرنامج اللي انت شرحته مثلا او رابط الويندوز او رابط اللعبة اللي انت شرحتها او الرابط بتاع المسلسل اللي انت بتتكلم عنه، بتعمل مراجعة عن مسلسل معين في نقطة عجبتك فيه او لا، فابتدي حط رابط المسلسل عشان الناس تبتدي تخش وتتفرج عليه. دي قصة في التيك توك. نفس الكلام لو رحنا هنا في اليوتيوب وكتبت مثلا فوق كده تنزيل الويندوز هتلاقي ان في ناس عاملة شورتس، وهنا انا بنصحك بالشورتس طبعا،
الغرض هنا يا جماعة مش ان انت تربح من اليوتيوب او التيك توك، لا الغرض ان انت تربح عن طريق اختصار الروابط من خلال المنصات ديت. اوكي، فزي ما انت شايف تحت شاهد بنفسك اسهل طريقة لتسريع الكمبيوتر، الموضوع كله 20 30 ثانية محقق 2 مليون مشاهدة. شوف كم واحد لو انت حاطط اللينك بتاع الطريقة دي او السوفت وير اللي هو صنع بيه الكمبيوتر في اللينك بتاع اللي انت اختصرته، والناس ديت لو دخل منها مليون مش 2 مليون، لو مليون منهم بس دخلوا عملوا تنزيل للسوفت وير ده، شوف انت حققت ارباح عاملة ازاي. نفس الكلام تسطيب ويندوز من الفلاشة 85,000 مشاهدة، ويندوز 10 للأجهزة الضعيفة 72,000 مشاهدة. أنا بديك مثال أنت طور فيه، طور واشتغل على نفسك. أنا بديك دلوقتي في آخر الفيديو أفكاري وأنت طور بيها بنفسك بطريقتك علشان خاطر تحقق أرباح كويسة جدا من الاستراتيجية دي. أنت ما سألتش نفسك إزاي المواقع اللي هي بتاعت الأفلام والمسلسلات اللي بتخش عليها بتحقق الأرباح ديت؟ هما بمنتهى البساطة عاملين شورت لينك، لما أنت بتيجي تنزل أي مسلسل أو فيلم بتلاقيه بيقعد يدخلك على صفحة واتنين وتلاتة، الصفحات دي كلها بسبب إن في رابط مختصر أنت دوست عليه عشان خاطر توصل للمكان اللي أنت عاوزه، فهم بالتالي بيحققوا أرباح من الطريقة دي. هي دي نفس الفكرة، وهي دي الأفكار بتاعت النهاردة يا جماعة من الاستراتيجية اللي اتشرحت النهاردة. يا رب الموضوع يكون وصل لحضرتك، يا رب الموضوع يكون عجبك وكان سهل وبسيط وغير معقد. يا ريت لو في حاجة واقفة معاك تسيب لي في التعليقات تحت وأنا هرد عليك، ما تقلقش والله. يا رب لو الفيديو عجبك ما تنسانيش بلايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وبترجاك ان انت تشترك في القناة علشان توصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وعلشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد. طبعا تفعيل زر الجرس ده شيء مفروغ منه لو عاوز تشوف فيديوهات من النوعية دي. بشكركم جزيلا على وقتكم النهاردة، بشكركم جدا جدا على دعمكم المتواصل ليا. اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد من قناة فكرة تانية. دمتم سالمين والى اللقاء.